في البقولة اللي بتقول ظل راجل ولا ظل حيطة؟ أنا كتبت كتير عن الموضوع ده. أنا ما عنديش استعداد، وحتى كتبت في جملة من الجمل أنا أرفض إن ظل رجل يقيني حر الوحدة. يعني أنا مش عايزة أضل راجل عشان ما بقاش لوحدي، عشان ما يتقالش يا حرام دي اتطلقت، يا حرام دي لا، ضل الحيطة أفضل لي. على فكرة دي إساءة للرجل إن هو يقارن بالحيطة، يعني بالزبط. هو لو راجل وشايف إن هو داخل في الجوازة دي عشان دله ولا ضل حيطة، أنا لو راجل مش هقبل بالجوازة بالزبط. دي لا، وأنا كمان ما ينفعش يعني ضل راجل ولا ضل حيطة، لا يعني أنت مثلا لو في رجل بيهين وفي رجل بيغلط وفي ضله أحسن، لا ضله مش أنا... أحسن. طيب. لأنها تبقى ماشية كده لوحدها أحسن. بالنسبة لأريد أو أحب رجلا يفعل ما يقول، ليه هو بقى سمة العصر أن الرجالة لا تفعل ما تقول؟ أغلب الناس بقت حاسة الاتنين، أن الاتنين ما بقوش يفعلوا ما يقول، يعني فاللي هو وعود كتيرة كتيرة كتيرة. هل الظروف هي اللي عاملة كده؟ الظروف؟ الظروف، وبعدين إحنا بقينا نشوف صور مغلوطة عن الرجل وصور مغلوطة عن المرأة، سواء في الإعلام سواء في الأفلام سواء لما بنقرأ حاجات، إن الرجل زي ما إحنا كنا بنتكلم شيطان وشرير ومش كويس ومش عارف إيه وبيكذب عليا، والفكرة الهانتنج اللي هي الاصطياد. فهو عشان يوصل للهدف، أو البنت برضه نفس الحكاية على فكرة، مش بس الرجل، يعني هي المرأة برضه، والمرأة أكتر بس ما بتبينش. يعني هي المرأة أكتر إيه؟ اللي هي بتجري ورا، يعني الهانت، فكرة الصياد والفريسة. أنت قصدك إن الستات دلوقتي هي بقت صيادة للرجال أكتر من الرجل صياد للمرأة؟ هي من زمان، هي أصلا بتفتح الباب ليه عشان يكمل مسيرته، أو لو هو بيصطاد فتخليه يقدر يصطاد. يعني الست، بس بأكد المعلومة إن هي للصيادة الاتنين. عشان بس أكد بس على الأمين المسينة. لا الاتنين، لأن دايما إحنا بنقول الراجل هو اللي بيصطاد المرأة. المسينة صنارة وانتجي الحلقة الجاية بكرة. الاتنين، يعني ما نقدرش نقول للرجل هو طب بس. ده صح ولا غلط؟ لما الست هي اللي تبادر انها تتعرف على رجل، لو واحد مثلا، واحدة دلوقتي عجبها واحد، فلو راحت اتعرفت عليه، هل كده تبقى هي بتقلب الأدوار وهي تعتبر بتصطاد الرجل فيفر منها الرجل أكثر، ولا ممكن يقرب منها أكثر؟ هو السؤال مركب قوي. هل هي تعمل ده؟ كده كده الست بتعمل ده، بس بطريقه مش باينه وشيء، بتفتح الباب فهو بتقول له اتفضل اعمل الدور اللي انت مطالب بيه في المجتمع. بيفر منها لو حس ان هي بتجري وراه، بيفر منها لو حس انها بتجري وراه، لان ما اديتلوش احساس اللي هو في تكوينه اصلا كرجل، ان انا الهانتر، انا الصياد، ما ينفعش انت اللي يعني تيجي توقعيني. او فهي لازم تعملها بطريقه شيك كده. ازاي بقى الطريقه الشيك والذكيه اللي الست تفتح بيها الباب من غير ما يبان انها بتجري ورا الرجل؟ حسب شخصيه كل رجل، ما انا ما اقدرش احط خط عريض واقول تعمل كذا فهو هيحبها، لا، حسب شخصيه كل رجل. انا شايفه ان في رجل انا معجبه بيه او بحبه بيلعب اللعبه دي، زي زمان لما يقولك ما تخليش الموضوع سهل عليه، خليه يتعب شويه، خليه مش عارف ايه، بتبقى لعبه انا ضدها. وانا مش كمان حباها، وانا ما بحبش الالعاب دي، انا بحب الحاجات تمشي بطبيعيه. مش هيحب، هيتخض منك وهيقول في حاجه غلط، وهيقول لا، ما هيلاقي حد مثلا هو قاعد مع صاحبه يقول لا يا عم دي سهله، دي ده يا دوبك انت كلمتها. بس مش كل الرجاله معقدين، او كل الرجاله تفكيرهم لا مش كل الرجاله، بس في مجتمع بقت كل واحد متحفز للاخر. احنا مش بنتكلم مجتمعنا كمجتمع، يعني عموما في مجتمعاتنا كل واحد متحفز للاخر، اللي هو تدين. على فكره فكره الصيد ومين يبدا وكده في الغرب برضو مش موجوده، في المجتمعات الشرقيه طبعاً موجوده طبعا، وبيتكلموا والرجاله تتكلم مع اصحابها برضو طبعاً، ودي بتجري ورايا ودي طبعا طبعا. طيب